بخصوص إيصال الكهرباء للمناطق المحيطات الفلاحية، وبعد يعني ورقة الطريق التي أصدرتها وزارة الفلاحة وتعليمات السيد الرئيس حول إيصال الكهرباء للمحيطات الفلاحية المناطق الجنوبية، يعني سوف يعني يتكفل بهذا الموضوع في إن شاء الله في القريب العاجل إن شاء الله. ومن هذا المنبر نشكر يعني الجزائرية وان اللي راه يتبع في الموضوع من يعني مع المستثمرين والإدارة.